هذه الأجواء. كل شيء هنا من أجل منافسات السيمي فاينل في الويفا تشامبيونز ليج في موسم كبير حتى اللحظة. وصولنا إلى هذه المرحلة راح نكون معاكم مباشرة بعد قليل أعزائي المشاهدين. سيداتي نساتي سادتي تحية طيبة لحضراتكم، نلتقي معكم الليلة في ظل هذه الأجواء الماطرة هنا في ملعب اللقاء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم لدينا مواجهة مشاهدينا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. كلام كثير عن هذه المباراة، كل فريق لديه طموح مشروع وحب في أن يلعب المباراة النهائية، لكن ذلك سيتحدد من خلال مباراتي الذهاب والإياب. اليوم في الذهاب يجب بأن تجهز نفسك جيدا حتى تكون في موقف يساعدك في لقاء الإياب. شوف تشكيلة أصحاب الأرض والجمهور في مباراة اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة أربعة اثنين الاعتيادية. مشوار طويل خاض الفريقين حتى الوصول إلى السيمي فاينل، والآن مباراتين فقط، إما الاستمرار في الطريق والتأهل للنهائي أو الوداع من هنا. ونقدم لهم التحية على كل ما قدموه. إذن مشاهدينا هذه التشكيلة الأساسية لفريق بورتو في مباراة اليوم. فريق رح يلعب بتشكيلة 4-5-1 الهجومية. والآن تبدأ مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. رائع في قراءة الفريق الخصم. الكرة الآن مع الفريق الخصم، بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. لابد أن تستغل هذه الكرة. هدف في الافتتاح يأتي مبكرا، لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. نشوف الهدف من جديد، كرة بينية ضربت خط الدفاع، بعد ذلك الحارس ما كان عنده أي مجال وأي فرصة للتعامل مع لاعبين، هدف يسجل بكل سهولة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، نتيجة 1-0 الآن. كريستيانو رونالدو. تمريرة ذكية، رؤية ممتازة، كرة عرضية عند القائم الثاني، كرة رأسية وصلت سهلة لحارس المرمى. ضغط عالي جدا في الأمام، هدف في منتهى الروعة، انضباط كبير أظهر الفريق، كتلة واحدة في الضغط، ضغطوا، سيطروا، استعادوها بشكل سريع وأوصلوها إلى الشباك. نشوف الإعادة والهدف، خطأ قاتل من اللاعب في مكان لا يمكن أن ترتكب فيه أي أخطاء، لا مجال للتصحيح، العقاب سيكون فوري دائما. هدف في التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. موسى ماريغا يتقدم إلى الأمام. كريستيانو رونالدو، فرصة كبيرة للتسجيل،
في المرمى. يا رب يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على الكرة تحرك الشباك. رح نشوف الهدف مرة أخرى، بداية من هذه التمريرة البينية ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. أوتافيو، تدخل ممتاز هنا، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. حكم يقرر إتاحة الفرصة بعد هذا التدخل. الحكم يعلن عن ركلة حرة. شوف الكنترول، شوف التحكم، انطلق فيها، تقدم فيها. فرصة هدف في هذه اللحظات، رأسية في الشباك. الله على هذا الهدف. نشوف الهدف من جديد، عرضية ترسل بشكل مثالي لتصل بعدها كرة خطيرة إلى الدون كريستيانو واللي حولها براسه إلى المرمى. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى نقطة البداية. رونالدو يتواجد ويقطع الكرة. خيسوس كورونا، بينية مثالية خلف المدافعين، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. فرصة تقليص الفارق. اوهو، اي تصدي يا تشيزيني، فرصة خطيرة جدا لكن ينجح في ايقافها. ركنية بتلعب، الكرة تعود من زاوية الملعب. بيلعب الكرة إلى منتصف الثمنتاش. هدف آخر، كل ما يحتاجون إليه الآن ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. نتابع كرة الهدف مرة أخرى. ركنية لعبت بشكل سليم وبرأسية مثالية حطها في المرمى ولم يعطي حارس المرمى أي مجال. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. خيسوس كورونا، مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويبة الماضية. كرة تتهادى عند حارس المرمى. سيرجيو أوليفيرا، ممتاز المرور، بيعدي بيتخلص من الرقابة. يا رب على التصدي، تشيزني بطل هذه اللقطة. أي إنقاذ، أي كرة رائعة بعدها. بينفذ الركنية. ممتاز دي ليخت في هذا التدخل.
تدخل جيد من المدافع على الطرف. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، فرصة واحد على واحد الآن، هجمة مستمرة. يا الله شوف التصدي، حارس المرمى بجنون في هذه اللقطة. ركنية تنفذ في منتصف 18، كرة راسية ما كانت صعبة، بكل أريحية يتصدى لها الحارس. دقيقتين كوت بدل ضايع. كريستيانو رونالدو، رونالدو يفقد الكرة، ممكن هجمة مرتدة الآن، يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. الشوط الأول ينتهي بتفوق الفريق بفارق بسيط، نتيجة إيجابية، عليه انه يعمل على البناء عليها في شوط المباراة الثاني حتى مباراة الإياب لكي يضمن تواجده في النهائي في هذه البطولة. نعود مع أحداث الشوط الثاني من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. أوتافيو يفقد الكرة. أوتافيو، موسى ماريكا بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. ظهر بمستوى غير عادي في الشوط الأول، نجح في هز الشباك مرتين، لكن مع تأخر فريقه في النتيجة راح تكون عليه ضغوطات تسجيل الهاتريك ومحاولة قلب الأوضاع. يتقدم بالكرة، فرصة خطيرة، ممتاز التصدي. الله الله الله، على السحر، على العطر، على النثر، على الفلسفة، على الهندسة، يا سلام يا سلام. في تسلل احتسبها الحكم وبالتالي هدف غير سليم في اللقطة الماضية. سيرجيو أوليفيرا، أوتافيو، تدخل من مدرب الفريق الضيف، في تغيير ممكن في هذه اللحظات، ولعب الشوت، حارس المرمى بيسيطر عليه بكل هدوء، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس، الحكم يحتسب ركلة حرة. الأمطار تساقط على أرضية الملعب، الظروف ليست مثالية للفريقين، لكن محاولة التأقلم مع حركة الكرة، بالتأكيد الفريقين عندهم قدرة على التعامل مع مثل هذه الظروف. مدرب يحاول التصرف في ظل تأخر فريقه في النتيجة ويبحث انتماء جديدة. لويس دياز دينترو كون النمرو 28 فيليبي أندرسون، تمرير على الطرف، أرتور ميلو، كرة تصل إلى موراتا، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز، تمريرة ممتازة إلى الطرف. أوتافيو دي لخت يستخلص الكرة بشكل سليم، مرتدة ممكن تكون سريعة، يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. نشوف
شوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة، بعد ذلك الإنهاء المثالي للكرة لتسديد مهاريا في الشباك، هدف جميل بدون شك. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. Con il numero 7, Cristiano Ronaldo. Ottavio. حلو تبادل كرات، حلو تمريرات، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة في داخل المنطقة. ممتاز في الضغط العالي. ركلة حرة يحتسبها الحكم. انظروا إلى هؤلاء المشجعين، انظروا إلى الطريقة التي يشجعون بها، انظروا إلى الجنون، انظروا إلى الفنون، الاحتفالات لا تتوقف، اقتربوا من الخروج منتصرين في هذه اللحظات. الحلول تبدو قليلة أمام هذا المدرب، لكن الآن تبديل تكتيكي ويأمل تغيير مجريات هذه المباراة فيما تبقى من وقت. كيف راح يتصرف فيها؟ يسير باتجاه المرمى الآن، الحارس يتألق ويبعد الخطورة، ضغط متقدم على الخصم، الدفاع يقطع الطريق، يتصدى للتصويبة، ضغط عالي متقدم وواضح تأثيره، الحكم يؤدي الأفضلية، مواصلة اللعب الآن بدون احتساب خطأ، تدخل في اللقطة الماضية غير مسؤول، تصدي الكرة في الملعب. رائع في قراءة الكرة وقطع المحاولة. أربع دقائق فقط تفصلنا عن صافرة النهاية. كريستيانو رونالدو. مدافع بيخلص الخطورة ويتصدى للتصويبة الماضية. عرضية في وسط البوكس. تمركز كان خاطئ من المهاجم، وبالتالي حكم الرأي يعلن عن وجود تسلل. واضح ان المدرب راح يستعين بواحد من هؤلاء البدلاء، شوف الان عمليات الاحماء على خط التماس. نلعب الان في الدقيقة الأخيرة من المباراة. حكم اللقاء يقر 3 دقائق الان. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. تدخل دي ليخت وينجح في استعادة الكرة. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. صافرة نهاية المباراة وانتصار من نصيب المستضيف اللي نجح في قطع نصف المشوار الآن وأخذ الأفضلية قبل أن يسافر لخوض لقاء الإياب. تفوق طفيف في الذهاب يعني بأنه ما زال أمامهم الكثير في الإياب من أجل المرور إلى المباراة النهائية. من السهل جدا تعويض النتيجة في الإياب إذا لم يتمكن الفريق من تقديم أداء قوي ومحاولة التسجيل واللعب بقوة كبيرة من البداية للنهاية.